بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. نرجو الكواليشن، الأحزاب الكواليشن راهي علامة ضعف وفضيحة. كيف ينبري واحد منها وهو بطلنا في هذا العصر صدام، وإن قالوا عنه أنه من المفسدين بالأرض، وخاصة الكرب كانوا يركزوا على الصورة الكاذبة هذه. لكن الحقيقة أنه عرف كيف يفهم أن الله هو السيد ليس هو، والذي يقضي الأمور هو الله ليس هو كقائد لحزب البعث، وكان من الحيل أن لم يعلن عن خروجي من حزب البعث قولا، بل خرج فعلا وبدأ يخطط كيف يصلح حاله مع الله. على هذا ما فهمنا عنه، وذاك علاش قلدناه وسام البطولة. هو عندك في الميثولوجيا البطل هو اللي ماشي الكارثة، والبطل هو اللي سيكشف حاله، وكذا يموت شر الميتات والمجر. أعلى بطلنا عكس ما حملته تلك الأكاذيب الميثولوجيا. بطلنا أعلن مدوية أن لا امتثال لأوامر الغرب أو الكرب أبدا، وهو هنا بكل ما أعطاه من قوة أو لا قوة فهو بإذن الله صامد وكان ما كان. وكانت لنا فرصة في الفترة ديك في خط المراحل مرينا بها مع البطل المغوار عليه رضوان الله، حي أو ميت، ولا تحسب الذي قلت في سبيل أموات بل أحياء عند ربي مرتاحون. وهذا وقت اللي هو في يوم عيد أكبر منا قبل ما يستشهد، حسب ما رأينا ممكن هو ممكن أشباهه اللي كانوا معاه قولا فعلا لم يكشفوا حقيقة الأمر. قال عليا بزغيث الكلاب الشيعة الفاسدة المارقة، وما حبوا يأذيه أهل السنة الحقيقيين وأهل الشيعة الحقيقيين أن يقتلوا بأيديهم الملوثة بالدماء ملطخة بالإجرام في يوم اللي يلزم يكون يلقى في الله ويأكل الناس من الحلال ذبائحهم. قالوا لا، نغص عليهم نوريهم اليقن في يدنا الطول والعرض والقوة والبأس والشماتة، هيا نغص عليهم. أنتم نسيتوا اللي شاهدوا الله، ونحن بعد رسولنا عليه السلام نشهد لقضاء عليكم في الدنيا والآخرة. يا شيعة يا فاجرة، ما تخرج من الماء إلا ما تدخل بعض الأثمان. Vous allez payer ces poucassés, ces salauds de mauvaise chia. نسأل الله السلامة، وسنعود إلى مثل هذه المواضيع إن شاء الله رب العالمين.